مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تناول العديد من الملفات منها العلاقات المصرية التركية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، منها إنشاء منطقتين صناعيتين في مصر. 17 مذكرة تفاهم اللي تم توقيعها على هامش هذه الزيارة المهمة، وكلها الحقيقة مغطية عدد كبير جدا من المجالات، ولكن أنا هتوقف عند الحقيقة مذكرتي التفاهم اللي خاصة بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة أو في أكتوبر. ودول شيء مهم جدا، لأن إحنا حريصين كل الحرص على زي ما حضراتكم عارفين دعم قطاع الصناعة. وعن زيارته الأخيرة للصين، أشار رئيس الوزراء إلى توقيع العديد من العقود في العديد من القطاعات باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليون دولار بين مصر والصين، بالإضافة إلى العديد من مذكرات التفاهم معظمها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار استثمارات من الشركات الصينية وفي قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية. يمكن 2 منهم بنتكلم فيهم على تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية اللي خاصة بالوحدات لتوليد الطاقة الشمسية. كما أشار مدبولي إلى استجابة الحكومة لتلبية طلبات القطاع الخاص بعدد من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة. وهذه الحزمة بمنتهى الوضوح كانت تلبية لطلبات القطاع الخاص، والحقيقة كان هناك العديد من الشكاوى اللي كانت بتيجي من اسلوب تطبيق الضرائب في مصر، وان هناك ما يطلق عليه التقدير الجزافي، وعندنا مشاكل وعندنا متأخرات متراكمة وكل ده بيعيق عملية الانطلاق في موضوع التنمية والاستثمار من القطاع الخاص. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية على حرص الحكومة على نجاح القطاع الخاص لأنه شريك هام ورئيسي مع الدولة. العلاقة ما بيننا وما بين المستثمر والممول لازم يكون فيها 3 صفات واضحة جدا، لازم يكون فيها استقرار ويقين وسهولة ويسر، ولازم هو يتلقى خدمة يحس فيها انه حقوقه محفوظة وانه كمان حق الدولة برضو محفوظ، لكن في إطار واضح جدا من المعاملات ومن العلاقة الجيدة. وعن أهم ملامح التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة أشار كوجك أن منها طرح منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة تخاطب كافة الفئات لزيادة قدراتهم التنافسية. إحنا النهاردة بنجهز وجهزنا خلاص منظومة متكاملة، ولما بقول متكاملة يعني بتخاطب كل أنواع الضرائب، بتخاطب كل أنواع الأنشطة، بتخاطب كل أنواع الفئات للمنشآت الصغيرة، شركات ريادة الأعمال، شركات الناشئة. كما أشار وزير المالية إلى تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في تسوية مستحقاتهم المالية مع مؤسسات الدولة المختلفة. أي حاجة بنعملها بنبقى واصلين على الدراسات الدولية، وبنبصين على إن على إيه اللي بيحصل بره وإيه اللي بيحصل في المنطقة حوالينا. إحنا قررنا إن شاء الله إن إحنا نعمل سقف الغرامات، الغرامات لن تزيد عن أصل الضريبة، لأنه في الآخر إحنا مش عايزين نعجز الناس، ودورنا ان احنا نسرع حل هذه النزاعات ونقفل اي نزاعات في اسرع وقت ممكن. ما تضمن المؤتمر رد رئيس الوزراء على بعض اسئله الصحفيين، منها توضيح حصه مصر في منجم السكري والطروحات الاستثماريه لبعض اصول الدوله. احنا مصر طبعا في عقد خاص بمنجم السكري، والعقد ده بيتضمن حقوق الدوله المصريه بمنتهى الوضوح، واحنا بناخد حصتنا بانتظام تام، وده مع احد الشركات الاسترالية اللي اعلن انها حصل نوع من الاندماج او الاستحواذ ما بينها وما بين شركة اخرى من جنوب افريقيا. بالتأكيد اللي انا عايز بس اطمن حضرتك فيه، مما يخص حصة مصر في المنجم دي لا يعني لا يحدث عليها اي نوع من النقاش ولا الجدل ولا اي حاجة. الملف الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية يتقدم اهتمام الحكومة وتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص. حزمة التسهيلات والاصلاحات الضريبية التي اقرتها الحكومة تهدف الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية بعد ان حققت النجاحات المستمرة بين القطاع الخاص والدولة في المشاركة في العديد من النجاحات، ونجاحات تم تحقيقها على ارض الواقع. من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد أبو الحسن، أني للأخبار.